بسم الله الرحمن الرحيم. قياس قياس الصفرة عن طريق الجلد مركب بينج. هنعرف مع بعض طريقة تشغيل الجهاز وكيفية استخدامه. أول حاجة بركب عنده البطارية، واروح على مفتاح الباور وافتحه، عشان اخد القياس بتاعي اضغط على زرار الريسيت، هيبقى عندي هنا اللمبة كده منورة ريدي. انزل بشكل عمودي كده على الجلد وخدت القياس بتاعي. لو عايز اخد قياس تاني ادوس على زرار الريسيت وعندي ريدي، انزل بشكل عمودي واخد القياس بتاعي. تاني حاجة دلوقتي لو انا عايز احدد الافريج بتاعي، اقدر احدد الافريج بتاعي ازاي؟ اضغط على البروب كده وافتح الجهاز، اذا عندي بالشكل ده عندي كلمة افريج بين قوسين واحد. انا عندي الافريج بقدر احدده من واحد لحد تسعة. لو انا عايز احدده اخليه مثلا سي 2 او 3، اضغط على زرار الريسيت 2 3 4 5 6 7 8 معايا لحد 9. اوكي، سي مثلا انا احدد الافريج بتاعي دلوقتي 1، جبت على 1 واضغط على زرار الريسيت اكد الاختيار بتاعي. تم تاكيد الاختيار بتاعي واللمبه عندي نورت 3D. اقفل الجهاز وافتحه تاني واقدر اخد القياس بتاعي بالطريقه اللي قلنا عليها قبل كده. ادوس على الريسيت وانزل بشكل عمودي، اجلت خدت القياس بتاعي. هنعرف مع بعض دلوقتي لو انا عايز اعرض القرايات السابقه بتاعتي. انا عندي خدت قرايات عايز اعرضها على الجهاز عندي، اضغط على زرار الست وافتح زرار الباور، جاب لي الداتا السابقة بتاعتي 6 5. اضغط على زرار الست عشان اعرض القرايات السابقة اللي عندي. هنعرف مع بعض دلوقتي ازاي اعمل ديليت لكل الداتا اللي موجودة عندي على الجهاز. اضغط على زرار الست والست مع بعض وافتح الجهاز، هيظهر عندي بالشكل ده كده نو داتا، كده كل الداتا اللي